بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نتكلم على نباتات الأزهار اللي بتنتج لنا أزهار القطف. عندنا نبات حنك السابع، ده من الحوليات الشتوية اللي زراعتها بتكون ناجحة جدا في مصر، وإحنا حتى بنصدر الأزهار بتاعته للخارج. الشكل بتاع النبات عندنا، الأزهار بتكون فنورة سنبلية بسيطة متعددة الأشكال والألوان، منها المفرد ومنها المجوس، والزهيرات اللي فيها اللي في السنبلة بتتفتح من أسفل إلى أعلى. التكاثر بتاع حانك السبع بشكل تجاري بيكون بالبذور، واللي بتزرع في شهر سبتمبر داخل المشاتل. وإحنا ممكن إن إحنا نجيب النبات ده، يعني بيكون مزروع في قصيص، ونبدأ إن إحنا نخليه موجود عندنا سواء في البلكونة، أو ممكن حتى إن إحنا نبدأ نزرعه عندنا في الجنينة، او لو عندنا حوض. بس هو ده من الحوالات الشتوية اللي هو بيكون، يعني النمو بتاعه كويس جدا في الشتاء. شكرا.